ازيكم يا جماعة؟ دلوقتي نبدأ فيديو جديد معانا مع كلاش رويال. يلا دلوقتي نبدأها اهي. كلاش رويال اهي، نستقفلها مستجرانا. انا اسمي كلاش اوف لايتس، عندي الاتنين دول معرفش ازاي كده. بص بقى عندي فلوس قد ايه، ماكس ليفل ليفل 13، لان اول ما بتوصل للماكس ليفل بيجي لك ليفل 13. بس بص يا جدعان، ده مستحيل يكون ليفل 13. صح، ماشي. نبدا المعركه. كل الناس كل الناس. ترينر فيكر ده معرفش جابوا الاسم ده، وحفار من تحت والديل. من تحت الديلو بجهز الفيديو قبل كده. انا دلوقتي بجهز في الفيديو الجديد عشان بتاع لعبة كده على اللابتوب بتاعي. نزلت بجيش العصافير زي ما تعودنا، حفار من تحت واديله، تعودنا دي اول مرة. مهم في بعد كده هيبقى العاب كتير جدا. بس بقى الحفار 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 البرنس. نزلت البرنس وهو داخل وهو داخل وهو الهجمة دي وكسبت. ماشي، ادتنيش حاجة. نفتح نفتح بس بقى ازاي بقى. بص ماشي، ها اوبا اوبا، دول عندي شوفهمش يا عم الحاج. اوب ايه الغباء بتاعي ده، هما مش عندي ولا ايه ده؟ من دول وين كده؟ هنكون خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. لسه مش تحت واحد ولا ايه؟ ممكن نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم في الفيديو الجديد اللي انا بحضره.